ما فيش شك إن القوى الناعمة ليها دور مهم جداً في صناعة الوعي لدى المجتمع المصري. القوى الناعمة هي أهم سلاح في الدراما والسينما، ده شفناه بوضوح وكان باين جداً خلال السنوات الأخيرة. يعني شفنا مسلسلات درامية، شفنا أعمال سينمائية جسدت الحالة دي، حالة الوعي، عززت روح الانتماء لتراب هذا الوطن. شفنا مثلاً ملحمة الأجزاء الثلاثة من مسلسل الاختيار وردود الأفعال عليها في الأسر وفي الأطفال وفي المجتمعات، مش المصرية بس، العربية. شفنا فيلم الممر في دور السينما المصرية وشفنا الإقبال عليه، والنهاردة وأخيرا وليس آخرا فيلم السرب. فيلم السرب يعرض حاليا في دور العرض وكافة السينمات المصرية. يعني مهم جداً جداً توثيق الأحداث في الدراما، لأن هو ده الحاجة اللي بتتوارثها الأجيال. النهاردة لو إحنا جيل عدينا ورحنا، هيجي جيل من بعدنا عايز يعرف إيه اللي حصل، عايز يشوف الحقيقة فين، عايز يشوف الأحداث حصلت إزاي. بالذات إن كان في أحداث كتيرة قوي في الفترة ما بين 2014 ل2018، وكان لازم توثيق هذه الأحداث. فيلم السرب في الحقيقة رسالة قوية جداً من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمحاربة الإرهاب وتخليد بطولات القوات الجوية المصرية. دور مهم بتقوم به الشركة المتحدة لنشر الوعي المجتمعي والتوعية بخطورة الجماعات الإرهابية المتطرفة. وإحنا دايما بنقول إحنا في معركة الوعي، هي حقيقي معركة بناخدها. المتحدة كانت حريصة على إنتاج السرب بأعلى جودة، جودة جسدت انتماء أو الانتماء الوطني، ووثقت كمان قدرة وقوة مصر في الرد المناسب في الوقت المناسب. كلنا فاكرين طبعا اللي حصل في ليبيا والمصريين اللي اتخطفوا هناك وقصة الدواعش وخلافه، وشفنا كيف كانت المعالجة المصرية. الناس كلها رهنوا ان مش هيبقى فيه رد من الجانب المصري، ولكن الرد من الجانب المصري كان قوي جدا وكان يدرس وخاطف زي ما بيقولوا كده. كانت رسالة زي ما بيقولوا كده بالبلدي ضربة وقومة، عملناها ورجعنا وقدرنا ان احنا ننتقم للي قتلوا ولادنا. الدرس ده بروزناه، حطيناه في برواز كده اسمه السرب. السرب لن يقل بأي شكل من الأشكال عن قيمة وجودة الأعمال المقدمة سواء في الاختيار أو الممر. أنا شفت بعناية الناس اللي بتبيع البدل العسكرية للأطفال، إن هم قالوا إن إحنا مبيعاتنا تضاعفت بعد الاختيار والسرب. يا جماعة ده مؤشر قوي جدا، الأطفال مؤشر قوي جدا. بعد ما كانت السينما المصرية والدراما المصرية في فترات من الفترة من الفترات تتأثر بكبوات قلة الإنتاج، أفلام المقاولات، سينما يعني أو أعمال رخيصة القيمة ورخيصة المحتوى، النهاردة بنشوف رسالة بتعزز انتمائك لبلدك. بنشوف أطفال بيبقوا شايفين في كل بطل من الأبطال دول قيمة، بنشوف أطفال بيتمنوا إن هم في يوم من الأيام يخدموا في سينا. يا جماعة ده كلام خطير جدا حقيقي. الفن المصري رافد من الروافد المهمة عشان نشكل بناء الوعي، عشان نشكل وجدان، عشان ننمي روح الولاء والانتماء لمصر. القوى الناعمة المؤثرة هدفها في المقام الأول إن هي تعالج أي مشكلة ممكن تواجه أي مجتمع، وده اللي ظهر بوضوح عنه فعلا. يعني الاتجاه دلوقتي اتغير، في اهتمام من الناس في متابعتها والفرجة عليها. الأعمال الفنية الخاصة ب يعني الأعمال الوطنية اللي بتعزز فخرنا ببطولات جيشنا وقواتنا المسلحة وشرطتنا. أخيرا احنا عايزين نرجع تاني رسالة للأسر المصرية، يعني روحوا اتفرجوا على فيلم السرب في دور السينمات ودور العرض، لموا ولادكم وعيلتكم وخلوها ليلة لطيفة بينكم وبين بعض. روحوا خلوهم يسمعوا قصة من قصص تضحيات جيشهم. النهاردة احنا بنتكلم عن جيل جديد طالع ما يعرفش أو ما يدركش قوي، لأنه كان صغير مش شايف أو مش عارف قوي اللي حصل. جيشنا هو احنا، يعني مين فينا ما عندوش أخ أو أخت أو ابن خالة أو ابن عم ما خدمش في الجيش؟ كلنا عندنا ده. الجيش ده إحنا، إخواتنا، ولادنا، أهالينا. روحوا وروهم أهليهم وإخواتهم وولاد خالاتهم ضحوا إزاي، عملوا إيه عشان مصر. إحنا الحمد لله رب العالمين عندنا جيش، يعني أسود واقفين على حدودنا في كل مكان. ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم. خلونا إحنا وراهم طول الوقت،
خلونا نفكر الأجيال الجديدة طول الوقت إيه اللي حصل ونوثق ده، وده أهمية القوى الناعمة، ودي أهمية يعني المعركة اللي احنا بناخدها النهاردة، عشان ما يبقاش فيه مغالطات، عشان لما يكبروا ما حدش يضحك عليهم ويقول لهم ده حصل أو ده ما حصلش. لا، في حاجة على أرض الواقع موجودة النهاردة، فيلم من إنتاج الشركة المتحدة بيقول لك ده اللي حصل. قواتنا الجوية ردت إزاي، رجعت كرامة ولادها إزاي في الوقت المناسب، وده من أهم يمكن الرسائل كمان اللي الفيلم بيوجهها.